يكون هذه مباراة ربع نهائية تجمع ما بين دوبليت مصطفى فاروق مهدي قلنا ودوبليت يوسف الصغير حسن الصغير. مرة أخرى مهدي قلنا وتيربح البوان فهي جوج صفر لصالح دوبليت مهدي قلنا ومصطفى فاروق. برافو مصطفى فاروق تيربح الكوره. صغيرة كرة ضائعة Thank you.
ابوي الصغير تيدوق وراه تلقى كرته محسوبه. إذن البوان باقي عند دوبلاد مهدي قناو ومصطفى فاروق. كورة عندهم عندهم كل ما شي بعد الكرة مرة أخرى الصغير تيربح البوان فتح جوج نقاط تصبح نتيجة 4-0. المحاولة الأولى ديال مصطفى فاروق تربح بها البوان. الدور ديال حسن الكرة ديالو كتجي طويلة الكرة الثانية ديال حسن ولكن ما كيربحش بها البوان.
وسط الكورات خدعهم انت عرف حسن برافو الصغيرة تضرب كورة برافو مهدي قناو تو كيضرب كورة وتبقى تخارو مصطفى فاروق تهدف نقطة ثالثة إضافت جوج نقاط تصبح نتيجة 6-0 صالح دوبليت مصطفى فاروق ومهدي قناو برافو حسن تيربح البوان جميلة ديال مالي قناو تيبقى كارو حسن كتبقى ناقصة برافو حسن تيربح البوان Thank you.
برافو مصطفى، طريقة جميلة تي خرج الكرة. المهدي المهدي قلنا غادي يضرب كرة يعني بولا صوتي. برافو المهدي قلنا و تيضرب كرة. مصطفى غادي يضرب كرة على البوان. إذن واحد نقطة أولى ديال يوسف صغير وحسن صغير، ستة لواحد. والله ما نعرف شنو ندير ونشوف ان شاء الله. صافي ملي يكون تما نشوف اذا كان راني واحد نجيبوه. وضربت لي الصباح نجي والو.
صالح دوبليت السواق تصبح نتيجة 4-6. نتيجة فهي 4-6، 4 عند يوسف الصغير، 6 عند دوبليت مهدي قلا ومصطفى فاروق. الكرة الأولى ديال حسن الصغير كتمشي بعيدة، محاولة ديال مصطفى تيربح بها البوان. الدور ديال يوسف الصغير، Thank you.
شاف هي 4 6 4 عند يوسف صغير 6 عند دوبلت المهني قلنا هو مصطفى فاروق ربع نهائي الدوري برافو مهدي قلنا باش يضرب كورة نصف نهاية اللي تجمع ما بين دوبلت صغير ودوبلت مصطفى فاروق ومهدي قناو برافو حسن تربح الكرة برافو مهدي تيضرب كرة تيبقى كورته محسوبة إذن البوان عند دوبلت مصطفى فاروق ومهدي قناو برافو مصطفى بيان تيري زائد جوج نقاط تصبح نتيجة 8-4
الكره الاولى لمصطفى فاروق تربح بها البوان. برافو حسن تربح البوان. الدور ديال مهدي قلاو اللي غادي يضرب كره. كرة ديال حسن ولكن ما كتربحش البوان، باقي البوان عند دوبليت مصطفى فاروق ومهدي قناو. الدور ديال يوسف الصغير اللي غادي يضرب كرة. برافو يوسف الصغير كتضرب كرة وكتلقى كورته في اللعب، عندهم ثلاثة في الأرض. المحاولة ديال مصطفى فاروق مرة أخرى، مصطفى فاروق تيربح البوا. برافو حسن الصغير تيربح البوان. برافو الصغير تضرب كرة. الدور
غادي لا يسال غادي يضرب كره على الشاشه دفعت 3 نقاط أصبحنا في 7 عند دوبلت صغيرة 8 عند دوبلت مصطفى فاروق ودينو النتيجة فهي 8-7 8 عند دوبلت مصطفى فاروق مهدي قناو 7 عند دوبلت يوسف صغير حسن صغير برافو حسن تيربح البوان الصغير في مع الكره
مرة أخرى مصطفى فاروق جيب الكوة سعود مقابل 7 سعود عند دوبلت فاروق مصطفى ومهدي بن ناو 7 عند دوبلت صغار شفيات سعود مقابل 7 سعود عند دوبلت يوسف صغير حسن صغير 7 عند عفوا سعود عند مهدي قلنا ومصطفى فاروق 7 عند دوبلت يوسف صغير حسن صغير كرة ديال حسن ناقصة صغير تيربح البوان
كرة مصطفى كتبقى ناقصة، باقي البوا عند دوبليت يوسف صغير، حسن صغير، مهدي قلنا برافو تيربح البوا. بويس صغير كيدافع نقطة أخرى، كتسبب عنده 8 عند دوبليت يوسف صغير، سعود دوبليت مصطفى فاروق. الكره ديال مصطفى فاروق تتربح البوان. نتيجه فهي سعود مقابل 8، سعود عند دوبلت مهدي قناو، سعود عند دوبليت مهدي قلنا ومصطفى فاروق، 8 عند دوبليت يوسف صغير حسن صغير. برافو حسن تيربح البوان. شايفكم الكرة البعد في كيريش البعد القرب كيضرب كيوقع في البلاصة. Thank you.
ولد المهدي قناو ولد المهدي قناو صداع إضافة ثلاثة نقاط لصالح دوبليت يوسف الصغير أصبح عنده 11 تسعود 11 عند دوبليت يوسف الصغير تسعود عند دوبليت مصطفى فاروق ومهدي قناو مباراة نصف نهائي دوري الودي الذي ينظم نادي السجي بيكا للكرة الحديدية هنا من مدينة القنيطرة بمناسبة ذكرى 22 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. برافو مهدي قناو تضرب كرة حسان تيربح بالبوان حسان عاوتاني دابا عاد فاق من الناس كان عاد دخل في اللعب برافو مهدي قناو تيضرب الكرة هذه مباراة نصف نهائي الدوري الودي الذي ينظم نادي السجي بيكا مباراة صنف دوبليت حسن تيربح البوان عن الدور ديال مصطفى فاروق كرة ديال مصطفى فاروق تبقى ناقصة وهذه الكرة الثانية تيربح بها البوان صغير تستطيع باش تدير الكرة جوج كرات عند دوبليت مهدي قناو جوج كرات عند دوبليت يوسف الصغير حسن صغير مرة أخرى مصطفى فاروق سيربح البوان
برافو الصغير شي ضرب كورة وشي تحول البوشون تيولي عندهم ثلاثة الكورات بهذا تنتهي المباراة بفوز دوبلت نصف صغير حسن صغير على دوبلت مصطفى فاروق ومهدي قناو. تنتهي المباراة في جو رياضي أخوي ما بين الثنائيتين. شكرا لكم وإلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله.